بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللقاء الثالث في سورة الحاقة، نبدأ الآيات من الآية 20 إلى الآية 34. كالعادة بنقرأ الآيات ثم نبين ما فيها من أحكام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه، إني ظننت أني ملاق حسابيه، فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى عني ماليه، هلك عني سلطانيه، خذوه فغلوه، ثم الجحيم صلوه، ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه، إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. إني ظننت أني ملاق حسابية، أني غن أيضا أني ملاق حسابية، تنوين بالكسر مظهر. أيضا كلمة ظننت فيها نون مخفاة طبعا. فهو في عيشة راضية كالعادة، راضية وعالية ودانية والخالية، كل هذه التاء المربوطة نقف عليها بالإيه؟ بالهاء. فهو في عيشة راضية تنوين بالكسر مدغم بغير غنة، في جنة غنة في النون، وجنة تنوين بالكسر مظهر في جنة عالية، قطوفها دانية، تنتبه قطوف وكل مضموم فلن يتم إلا بضم الشفتين ضم. كلوا واشربوا هنيئا بما، هنيئا 4 حركات، وهنيئا تنوين بالفتح ماله مقلب، طالما موجودة الميم دي معناها الإقلاب، نقلب التنوين إلى ميم ثم تخفى الميم عند ملاقاة الباء. بما أسلفتم 4 حركات، وعندنا كمان الميم في أسلفتم ميم مظهرة، في الأيام، الأيام لام قمرية مظهرة، نبدأ بها الخالية نفس الكلام نبدأ بها واللام فيها لام قمرية مظهرة. وأما هنا من أوتي كتابه بشماله، من أوتي نون مظهرة، كتابه بشماله، تنتبه إلى الواو الصغيرة اللي بعد كتابه والياء المقلوبة بعد بشماله، هذه إيه؟ دي مد الصلة اللي احنا لو وقفنا على الهاء في كتابه ووقفنا على الهاء بشماله نقف على الهاء بالسكون، نقول كتابه بشماله، وعند الوصل تثبت الايه؟ تثبت يثبت المد، فنقول كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت، لم من مظهرة، أوت كتابيه، أوت هذه التاء مفتوحة طبعا، كتابيه، ولم أدري، الراء ساكنة، الراء مكسورة، وليس بعدها ايه؟ ياء مدية لأنها مجزومة طبعا بحذف الحرف العلة، فنقول ولم أدر ما، وليس ولم أدري ما حسابيه، ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية، ما أغنى 4 حركات عني غنى ماليه، هلك. هنا في سين اللي السكت، ودي طبعا موضع مختلف عليه، فلو وصلت تقول ماليه هلك بالإدغام أو بالسكت، فتقول ماليه وبعدين تأخذ سكتة لطيفة بدون أخذ نفس وتقول هلك عني، فالوجهين فيها، فتقول ما أغنى عني ماليه هلك هكذا، أو ماليه هلك، يعني تطبيقيا لإما بسكتة لطيفة لإما بإدغام الهاء في الهاء.
هلك عني غنة سلطانية، تنتبه كلمة سل وليس سلطانية، سل سل سل، خذوه فغلوه ثم الجحيم، صل ثم فيها إدغام، فيها غنة بمقدار حركتين، الجحيم لم قمرية مظهرة وهمزة وهمزة وصل نبدأ بها آ، ثم هكذا الثاء في إخراج لسان والميم مشددة غنة، في سلسلة ذراع تنوين بالكسر ماله مخفى، 70 باء ساكنة مقلقلة، ذراعا فاسلكوا تنوين بالفتح مخفى، إنه غنة كان لا يؤمن بالله العظيم، بالله العظيم هكذا بالله العظيم لام قمرية مظهرة، واسم الجلالة الله همزته همزة إيه وأصل نبدأ بها لكن سبقت بباء لا يجوز البدء بها، ولا يحض على طعام المسكين، طعام المسكين لام قمرية مظهرة والهمزة همزة وصل نبدأ بها يحض هكذا، الياء والحاء مرققة والضاد مفخمة، تقول ولا يحض يحو يحض وليس يحض يحو، هذا خطأ يعني، دي أغلب ما في الآيات. جزاكم الله خيرا ونكمل في اللقاء القادم سورة الحق بإذن الله رب العالمين.